بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم أحمد الريفي، سائق مهني من الصنف الثاني في مدينة طنجة. في البداية أولا كنشكروا القنوات الإلكترونية اللي حضرت معنا هذا اليوم، من بعد ما كان عندنا واحد اللقاء تواصلي مع الإدارة ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مدينة طنجة ومع السلطات الوصية حول التغطية الاجتماعية أو حول الحماية الاجتماعية والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للسائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة. أولا هذا مشروع حقيقة من منا لا يرغب في التغطية الصحية وفي التأمين عن المرض وعن الحوادث، من منا يرفض هذا المشروع؟ لا أحد. ولكن النجاح ديال هذا المشروع ديال الحماية الاجتماعية مرتبط بالاستمرارية بالاستقرار ديال العاملين في قطاع سيارات الأجرة، لأن إذا ما كانش الاستقرار ديال السائقين المهنيين في العمل ديالهم أكيد أن هذا المشروع ما غيعرفش النجاح 100%، لأن السائق المهني في قطاع سيارات الأجرة ما كاينش شي نصوص قانونية اللي كتحميه من الاستغناء عليه أو من الطرد من العمل ديالو في أي لحظة. ناهيك على أن العدد ديال الرخص ديال الثقة الممنوحة للسائقين المهنيين في مدينة طنجة هي تفوق 50,000 رخصة ديال الثقة، ولما كنقولوا رخصة ديال الثقة أكيد معها البطاقة المهنية، يعني 50,000 سائق كيحصل على البطاقة المهنية ورخصة ديال الثقة، بما أن العدد المزاولين في قطاع سيارات الأجرة بصفة دائمة هو لا يتعدى 7,000 سائق تزاول بصفة دائمة ومستمرة بحكم العدد ديال السيارات ديال الأجرة الموجودين لا من الصنف الأول ولا من الصنف الثاني. من بعد صدور المراسيم والقوانين والجريدة الرسمية وواحد مجموعة من الأمور، فأصبح السائق الآن مهدد، إما أنه يسدد هاد الديون اللي هي متراكمة عليه، ويا إما أنه يتخلى على هاد المهنة، يتخلى على 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 سميتو على البطاقة المهنية ورخصة ديال الثقة. ورغم أن بعض السائقين اللي تخلاوا على البطاقة المهنية ورخصة ديال الثقة إلا أن الديون بقات في الذمة ديالهم، خصهم يسدوها، هذيك الديون المستحقة ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقات يعني في الظهر ديال السائق اللي بغينا نقولوا. فلهذا كنقول باللي أن مشروع رائع، مشروع هام بالنسبة لكل الفئات ديال المجتمع خاصة في القطاعات الغير المنظم الغير المهيكلة، ولكن هناك إكراهات وعواقب وعوائق اللي كتجعل هذا المشروع وخاصة بالنسبة لقطاع سيارات الأجرة أنه ما غيعرفش واحد النجاح 100% نظرا لهذه الإكراهات اللي تكلمت عليها. كنقولوا بالفعل خص يكونوا لقاءات مع السائق المهني باش يعني توضح الرؤية، لأن حنا بالنسبة لنا كمهنيين أفرحنا بعد الورش الملكي اللي جابه صاحب الجلالة على أساس تعميم الحماية الاجتماعية واستهداف الطبقة الفقيرة والطبقة يعني بخصوص يعني القطاعات الغير المهيكلة، وحنا بالنسبة لنا قطاع سيارة الأجرة هو قطاع غير مهيكل لا ينتمي لقانون الشغل. بالنسبة لنا حنا الإشكال الحقيقي اللي عندنا هو في العلاقة التعاقدية ديالنا مع المشغل. بالنسبة كاين بعض القطاعات الأخرى مثلا الصناعة التقليدية، مجموعة من القطاعات اللي مثلا خدامين يعني كيتسمى خدام حر، خدام راسو على حسب الشهادة ديالو، على حسب يعني بالنسبة للكلية اللي عنده. حنا للأسف الشديد عندنا علاقة وطيدة وكبيرة مع المشغل ديالنا، وبالتالي هنا كتجبر ما كاينش واحد الاستقرار في العمل، وهذا إشكال كنعانوا منه، لأن ميمكنش أنا مثلا عندي واحد التغطية صحية إجبارية، يعني اللي صراحة كنقولوا هذه مزيانة بلادنا جات بهذا الشيء هذا، ولكن أنا خصك تضمن لي الحق ديالي يعني في الاستمرار في العمل. أنا غدا ولا بعده وغادي نصبح أنا عاطل عن العمل، وغتبقى ديك السومة الشهرية طالعة عليا، فهمتي؟ هذا إشكال. هنا كذلك ملي غادي نشوفوا مجموعة من السائقين المهنيين اللي دابا يعني كيتشكاو من هاد الأمور، هو آخر مثلا كيمشي كيعمل البطاقة المهنية كيتسجل يعني في السيستيم ديريكت، كيبقى يتراكم على هذيك الديون
كيعرفش حتى كيجي اشعار بالاداء مثلا، وهذا هذا اشكال. حنا بالنسبه لنا الضمان الاجتماعي اليوم صراحه عملوا تحفيزات من اجل مثلا غادي يعفو ديك التراكمات اللي كاين، ولكن بشرط ان السائق المهني يبقى يعني خلص بانتظام كل شهر وكذا. رشيد العلامي نائب الكاتب الاقليمي للسيديتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمهني سيارات الاجره بطنجة. الموضوع اللي كان اليوم بصدده هو اللقاء المفتوح داخل الغرفة ديال التجارة والصناعة اللي كانت تحت اشراف الجهة الوصية على القطاع، السلطة الولائية بما فيها يعني مسؤولين بمكتب التنقيط ومسؤولين كذلك بصندوق وطني الضمان الاجتماعي. الموضوع هو من اجل تسريع اجراءات ديال الانخراط ديال السائقين المهنيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتحسيس والايصال يعني المهنيين اخوان ديالنا السائقين بالزاميه يعني الاشتراك والانخراط في هذا الورش الملكي للتغطيه الصحيه والحمايه الاجتماعيه. حنايا يعني كهيئات ممثله لقطاع يعني كنا حاضرين في هذا اللقاء المفتوح، واللي في الحقيقه لقاء يعني كان مثمرا من جميع النواحي. تفضل الاخ ديالنا السي عثمان مسؤول بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كيبين لنا يعني المساله ديال المرسوم اللي جا 41/23 اللي كي حث على الالغاء ديال الزيادات والغرامات اللي جات باش تحيد ديك الزياده والغرامات على السائقين المهنيين اللي تراكمت عليهم جراء يعني عدم الالتزام ديالهم بالتاديه الواجب الشراكات وهذا. غير شني حنايا دائما كنربطوا هذا الورش هذا الملكي اللي طبعا هو يعني ورش ملكي فوق راسنا وعينينا، ولكن دائما كنربطوه بالهيكله والاصلاح ديال هذا القطاع هذا، لان ما يمكنش يعني نهضروا على الحمايه الاجتماعيه بدون يعني موازاه مع اصلاح والهيكله ديال هذا القطاع السيارات الاجره، لان ما يمكنش واحد يعني ما عندوش يعني استقرار في العمل، رجل في الزنقه ورجل في التاكسي، في اي لحظه معرض على انه يجري عليه الباترون مجرد على انه ما يعطيش واحد 10 درهم زايده، وانت يعني كتلزمو على انه يؤدي الواجبات ديال الاشتراك. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.